الفائزين معنا من يوم في يوم الجل والمدان. والشوط الاول شوط التميز كان مع مره المملوك لسعيد بن حمد بن علي الشبناني المري. القلعه الذهبيه كانت مع مره المملوكه لسعيد بن حمد بن شبنان. يستاهل الف الف مبروك. يتسلم هذا الرمز من رئيس المهرجان. يستاهل القلعه الذهبيه. ننتقل حضورنا الكريم الى شوط الثلاث في الجل. شوط الثلاث كان من نصيب خط باقه لسالم بن راشد بن محمد الخطل المري. القلعه الفضيه يستاهل الخطلة سالم بن راشد بن محمد الخطل المري. نقول له الف مبروك. الف الف مبروك ويستاهلون. يستاهل الملك خباقه. هذا هو رمز خباقه القلعه الفضيه. الف مبروك ويستاهلون. ننتقل حضورنا الكريم. ننتقل الى الشوط الثالث الشوط العام للميدان. وذهب من نصيب امزوع لنايف بن جابر بن صالح النابل. يستاهل مالك امزوع القلعة الفضية. نايف بن جابر بن صالح النابل يستاهل. هذه لحظة التتويج. ابو محمد الف الف مبروك يستاهلون. ننتقل حضورنا الكريم الى شوط الست ونص. وذهب من نصيب محمد بن سيف المطوع الخيالي البندقية الذهبية. محمد بن سيف المطوع الخيالي موجود. يسلم تسلمون يا مرحبا. نقول الف مبروك البندقية الذهبية. تذهب من نصيب محمد بن سيف المطوع الخيالي مع شوط الست ونص. الف الف مبروك ويستاهلون. الف مبروك. نقول الف مبروك لابو سيف على هذا الفوز بهذه البندقيه الذهبيه. الف مبروك يستاهلون. الف مبروك. ننتقل حضورنا الكريم. تستاهلون. الف مبروك. تستاهل تستاهل ايوب. ننتقل حضورنا الكريم الى جمل التراد العشر الذي ذهب من نصيب علي بن محمد علي بن حمد بن محمد ابو صلع المري. يستاهل الشلفة الفضية. تستاهل يا ابو صلع مالك جمل التراد العشر من فازت معنا بهذه الشلفة الفضية. يستاهل ابو صلع. الف الف مبروك. الف مبروك. يستاهل. الف مبروك. تستاهل يا ابو صلع. الف مبروك. حضورنا الكريم نصل واياكم الى ذروه هذا المهرجان وهو السيف. سيف هذا المهرجان الذي ذهب من نصيب الجبل المملوك لسعاده الشيخ جاسم بن احمد ال عبد الرحمن الثاني. المبروك السيف الفضي. الف مبروك. تستاهل سعاده الشيخ. تستاهل هذا المملوك. الف مبروك. الف مبروك. الف مبروك. تستاهل تستاهل هذا الناموس. يستاهلون يستاهلون. الف مبروك سعاده الشيخ جاسم بن احمد.